فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذهبت للعمرة وعند السعي بدأت بالمروة. ذهبت للعمرة وعند السعي بدأت بالمروة وانتهيت بالصفا، فهل علي شيء في ذلك؟ إذا كان لم تسع سبعة أشواط من الصفا إلى المروة فإن سعيك لم يتم، عليك أن تكمله. أما إذا قفت سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، كل شوط تبدأ بالصفا تنتهي بالمروة، فسعيك صحيح. نعم. سبعة أشواط كل شوط يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، تنبه لهذا. أما لو كان واحد منها بدأ من المروة هذا يلتغي، لا صحة له. نعم.